تعادل في المباراة الماضية أمام نادي المضيبي بهدف لهدف. هذه محاولة وهذه فرصة وهذا هدف. أول جول! البشائر يأتي بالبشارة الأولى من جانب البرازيلي باولو فيتور في اللقطة الماضية. لا تفعل بالشكل المطلوب. كرة فيها محاولة. باولو فيتور يتقدم البرازيلي. يا سلام، يبحث عن المرور من الجهة اليمنى مع ديوب. المرور بشكل ممتاز، فرصة ولكن مرة ثانية شوف هنا المرور باولو فيتور في اللقطة الماضية فيها لمسة يد أو لا. باولو يلعب كرة للأمام. جول 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 جول.